إعلام وإقليم كردستان ومعضلة عداء الذات. تتواصل العملية العسكرية لمخلب القفل التي أطلقها الجيش التركي نيسان هذا العام 2022، وينشر طرفا الصراع حاصلة المعارك خلال العملية بشكل يومي. ولو راجعنا الإحصائيات التي نشرها طرفا الصراع لوجدنا أن عدد القتلى زاد عن 3000 شخص لغاية اليوم. ولكن الأمر يختلف بالنسبة للخبراء والمختصين في المجال السياسي والاجتماعي والعسكري، فهم يدركون جيدا لدى رؤيتهم هذه الإحصائيات أنها غير صحيحة، وأن الأعداد الواردة فيها مبالغ فيها حتما، وأن الطرفين ينشران معلومات كاذبة مضللة لخداع جماهيرها، وأن ما يجري لا يعد سوى حرب إعلامية دعائية يتغنى كل طرف على هواه، وبالأخص البككة. فنستطيع القول إنها تلقت هزائم وانتكاسات عظيمة عسكريا خلال السنوات الأخيرة في كردستان تركيا، غير أنها تفوقت في تضليل الرأي العام الكردي بالأخبار الكاذبة والمفبركة وكسب المعركة الإعلامية. والحق كما يقال بأن الباكاكا سخرت 60% من قوتها الحزبية في الحرب الإعلامية، أي أنها تحاول الظهور بمظهر المنتصر الغالب على الإعلام أكثر منه في الواقع. في هذه الأثناء يدير طرفا حربا إعلامية شرسة. ولكن المؤسف هنا والدور الهش للمؤسسات الإعلامية في إقليم كردستان والمتمثل فيه ناسق لاصق الأخبار التي ينشرها طرفا الصراع الباكاكا والدولة التركية وخدمتهما، وعدم القيام بمهامها المتمثلة في إعلام الرأي العام بحقيقة الأحداث الجارية. فعند إطلاق رصاصة في جبهة ما ينتشر الخبر على منصات التواصل الاجتماعي كخبر عاجل، ويتحول فجأة على هذه المنصات إلى عناوين بارزة كالجريلا تستهدف قاعدة تركية، أو تحييد 2 من مقاتلي الجريلا، دون أن تتمكن المؤسسات الإعلامية لإقليم كردستان من التحقق من صحة الخبر أو نشر حقيقته أو الكشف عن حقيقة الصراع وأهدافه وماهيته. لهذا يعتقد من يعيش بعيدا عن ساحة الصراع أن الدعايات والإشاعات الواردة هي حقائق، وبالأخص إذا كانت موثقة بفيديوهات مصورة ينشرها أنصار الأطراف المتعاركة، آنذاك فأصوات بعض القذائف تحدد مستوى حدة المعارك هناك، آنذاك تتعرض الأطراف التي تنتقد الباكاكا أو حتى التي تحاول نشر محصلات حقيقية للحرب الدائرة بين تركيا والباكاكا على أراضي إقليم كردستان، تتعرض لهجمات عنيفة من الطرفين وخصوصا من الباكاكا التي تدير حربا خاصة في هذا المجال، وتسببت بضغط نفسي عنيف على الإعلام الكردي، فهي اعتادت إخفاء انتكاساتها وهزائمها، ولهذا يتم تقييم محاولات الكشف عن زيفها وأكاذيبها ضربا من الخيانة بالشعب الكردي. غير أن الدور الحقيقي لإعلام كردستان يجب أن لا ينحصر في نشر أعداد القتلى والجرحى وصور المعركة ومشاهد الاشتباكات، بل واجبه الأساسي هو الكشف عن أهداف هذه الحرب ومقاصدها ونتائجها المدمرة على كردستان. لغاية اليوم لم يتمكن إعلام إقليم كردستان من كشف الأسباب الرئيسية وراء الحرب الدائرة بين الدولة التركية والباكاكا. دعك من هذا، لم يستطع حتى توضيح قضية أن إيقاف هذه العمليات ليست من مهام إقليم كردستان، بل هي من مهام وواجبات الدولة العراقية. فلم يتضح بعد للرأي العام الكردي ما هي بنود المعاهدات التي تطلق الدولة التركية هذه العمليات وفقها وعلى أساسها. بهذا أصبحت الساحة خالية أمام إعلام الباكاكا، فواصل ادعاءاته ومزاعمه بتعاون ومشاركة إقليم كردستان في العمليات العسكرية التركية، وأن بيشمركة كردستان يحارب الجريلا، دون أن يرد إعلام كردستان على هذه الادعاءات لغاية الآن ويدحضها. فعلى سبيل المثال، نشر إعلام الباكاكا في الآونة الأخيرة أن الجيش التركي توجه من إقليم كردستان لتمركز في تلة هكاري، تلك التلة التي ترى من مركز مدينة أميدي. فوفق إعلام الباكاكا أن العساكر الأتراك قدموا لمركز أميدي وعبروا هناك لمنطقة نهيلة، حين ذاك كان لزاما على عموم أهالي منطقة أميدي ونهيلة رؤية هذا الشيء. فالكرد الذين يتابعون وسائل إعلام الباكاكا وخصوصا أهالي كردستان تركيا ممن لا إلمام لهم بخريطة المنطقة يعتقدون صدق هذه الأكذوبة، غير أن الحقيقة هي أنه لم يحصل شيء كهذا، بل هجمت الدولة التركية تلة هكاري عن طريق المقاتلات التي كانت تقلع من آمد، وتم إنزال الجنود في منطقة نهيلة عن طريق الهليكوبترات التي كانت تقلع من جلي.
ولو توجه مراسل لمنطقة آميدي ونهيلي والتقى بالقرويين هناك وسألهم هل عبر جنود الأتراك براكم للتوجه إلى قمة ماتينا؟ لم فضحت أكاذيب الباكيك وافتراءاتها في الحال، ولكن للأسف الشديد لم نرى أي إعلامي أو صحفي قام بهذا العمل. مهما بلغ إعلام إقليم كردستان من التطور والتقدم التقني إلا أنه بحاجة ماسة إلى تولية اهتمام خاص بالجانب الإعلامي من حيث الكشف عن حقيقة الخبر وتقديم الإجابات الصحيحة لكافة المسائل. ولتحقيق هذا الغرض ينبغي على إعلام إقليم كردستان إعادة صياغة جوهره من جديد وفق التطورات المستحدثة وتثقيف ذاته وإحداث تغييرات جذرية وجدية على مسيرته. نعم، ويمتلك نية صافية خالصة، غير أن التثقيف والتغيير ضرورة لا بد منها.